حتى المدرب البوسني وحيد اليوتسيتش. ألترا وينرز تحتفل بماضية، تحتفل بما قدمته على مدار سنوات متعددة اليوم بالمركب الرياضي محمد الخامس بلوحات توثق ربما كل شيء يوحي بأنها مباراة من طراز عالي في انتظار أن تتحرر أقدام اللاعبين اليوم لكي يقدموا لنا المباراة التي نتمنى جميعا أنه يقش الإبداع فقط في المدرجات، يكون في الكرة في حرفية اللاعبين، فكر اللاعبين. اليوم مسؤولية كبيرة على المدربين وعلى اللاعبين أيضا.